عندنا الغوطه الشرقيه كلها تمحوها كلها على وش الارض. كل مين مسلح؟ كل شيء مسلح. كل شيء مسلح لانه حرقوا قلبنا، موتونا، دمرونا، دمروا العالم، دمروا الاطفال، الاطفال الصغيره الولدانه، الكل يا حرام، لا اكل لا شرب لا شيء، وهن عندهم مأمنين كل عيلاته. بس تقول لواحد منهم كلمه، واحد منهم قلت له انت لسه ما كملت لهم عطائهم بسيره، بيقول لي خرسي ونضبي لجوا. قلت له لسه يفوت الجيش انضب وخرس انت وعرف حالك. فات الجيش وانضب وخرس الحمد لله وهرب هو وعيلته، بس وين ما بعرف. الله يحمي الجيش ويحمي بشار الاسد عليهم، الله يقوي بشار الاسد ويحمي الجيش يا رب، لانه نحن على زمان بشار الاسد عايشين كنا، بس من وقت 7 سنين إنا نحن عم نموت هون. بس نحن اخواتي ما حدا طلع منه الحمد لله باذن الله، ولا عرفنا شو علم الثوره، اذا شفت وحده معها علم ثوره نتخانق نحن وياها، لانه نحن هذا ما طقنا من وقتها. بس انه في نسوان شجعوا اولادها، اهلي تشتغل لها علم الثوره، اهلي تشتغل لها الطاقيه، اهلي كله، نحن ما اشتغلنا، نحن كل عمره ابي موظف كان بمشفى المواساه واخواتي موظفين عند الدوله، باذن الله ما في غيري انا، محميه باذن الله. هجمتي عليهم هيك؟ اي والله احا وصعني باذن الله محميه، والله امبارح صحوا، امبارح حامل واحد باروده وماشي بالطريق، قلت له عم تخبيها يا ابن الكلب يا ابن الحرام، شو حتعمل فينا انت؟ قام عمل بدنا راسه وهرب. قلت لهم انا بنت مين؟ بنت عثمان برغله، حتى ما يقتلوا حدا ويتبروا حدا، انا بنت عثمان برغله الله يرحمه ابي، توظف مشفى الماسات ومات هو الشريف وعطول الشهاده. كل عمرنا شرفاء، كل عمرنا انا واخواتي كنا ما طلعنا، ما بنطلع لانه هذا ضده وخراب عملوه. واختي الي اخت موظفه بالانسه تقول لي، تقول لها لا يجي لعنا حدا يحكي، تقول له انتوا عم تدبروا البلد، تتخانق هي وياها يحرقوا ويمشوا. إيه الله معكم، الله معكم، خلي كل العالم كل سوريا تعرف، لانه هدول اهل حموريا الاندال والكلاب، بس ما كله ما كله المسلحين، اما الارهابيه اما غير الارهابيه حرام مفروض.